ايوب وكيلي، نعطيكم واحد الاسماء ديال واحد الناس وجاوبونا بصراحة، كل شخص كلمة في حقه. تمام. صوالح كيلي، واش كلمة واحدة خصك تقولها؟ كلمة واحدة صافي، ما كاينش، ما كلمة في تعبرش. حقه. الرجولة هذاك السيد، حيتي ايوب هي هذيك الرجولة. جواز، شكون انا ولا هو ولا بجوجنا؟ انت انا جواز. جواز اش نقول لك، من اطيب خلق الله صراحه، الشخص اللي تعلمنا منه بزاف الحوايج، وتعامل مع بيننا وبينه صراحه مزيان. هذاك السيد كيعجبني صراحه. ايوب ود البلاد. رشيد رفيق، معك ايوب. المجال الفني ولا مازال فندي؟ طبعا الكوميدي زوين، عنده جمهور ديالو، الله يسهل عليه. كي تيجيك؟ شكون هو؟ رشيد رفيق في العيال. لا واش تحكم على بنادم، كتحكم على بنادم عام من الشوفه ديالو؟ لا بالعكس، رشيد رفيق راه كان دزنا معاه في واحد المرحله قديمه في 2000، وقال في 2020 2010 في كاستينغ. اللي ما عرفهاش انا ديجا تعرف شنو بعضياتكم، شكون خدم شي حاجه. رفيق كان ثنائي، كان ثنائي في 2010 في 2010 في كاستينغ، ماشي في هو كان معنا حتى الكاستينغ فينال ديال 2010، وداز هو في 2011. صراحه كيعجبني مزيان، الله يسهل عليه. خالد الزبيل، خالد الزبيل صديق ديالنا، حتى هو كان منافس ديالنا في 2012 في كوميديا. واش كنقول ليه؟ تنقول ليه حتى الله يسهل عليه، راه غادي مزيان. ايوب داكشي اللي قال كيدي. رضوان اسرموح، رضوان اسرموح حتى هو كان معنا في كاستينغ 2010 ديال كوميديا، هي وكان في لا ليست داتونج، هو الثنائي ديالو اسماعيل كان ثنائي هو، وعاودوا عيطوا ليه، وراه غادي في المجال السياسي ديالو اسرموح. كنت عامي كيتحكر. لا لا كنسمع، انا كنتسنط تجي سياسه. اسرموح كي قال لك ايوب، يعني حتى هو صديق ديالنا في 2010 في كاستينغ 2010. كنقول ليه برافو على هادشي اللي كدير، والله يسهل عليك. ايوب ورسام مالو؟ بالنسبه للكوميديا ورسام زوين، عنده جمهور ديالو، عنده ستيل ديالو، والله يسهل عليه. كشخص ماشي راجل. ورسام كشخص، كشخص ولا كشخص واش نقول لك؟ الله يهدي ما خلقه صح، الله يهدي الله يهدي. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.